هاي اول بدايه حياتك يعني اول ما اشتغلت اشتغلت في القراقيل؟ لا لا اول ما اشتغلت عقب القراقيل اشتغلت في التجاره ابيع الاسواق ابيع المخامر والاغمشة كل شيء ابيع يعني في السوق ما حد ورث الاغمشة انا ورثني في السوق الحمد لله. قلت لي من متى تشتغل هالشغله؟ عمرك كم؟ اي والله من يوم انا من 80 سنه. عليكم السلام. لا عندي مو واي في اي مكان قطة يصير بحر غزير بحر رق او غزير يصير زبون. عشان نوع السمك اللي تدش داخله؟ اي سمك حتى الهامور يدش؟ هامور شقيبي صافي اي شيء سلس تحطون داخله بس تحطون داخله تحط فيه خبز ولا تمام اي شيء تحط فيه سمك خثاق ربيان اي شيء حصى ولا شيء عشان ينزل لا. تحت ولا على طول تقطع؟ لا تحطها على طول ترجع له بعد كم اسبوع ترجع له؟ شهر اذا في سمك حلقه متواجد تشيله لين تشيل ما ياخذ خمس دقائق واذا ما في سمك تحلي حكم الساعه يصير حكم الساعتين يصير على وقت على السيل تخلي بالراحه وين صاد الحين القراقيل قطاي مكان ولا لازم مكان يعرفونه الاول؟ لا يعرفون اي صب الاول يعني يروحون في البحر يعني في اماكن لا سامي مكان؟ اي كله سامي كله سلسان فيه بحر كل خير فيه بحر كله خير في الشوت يقطونه ها؟ في الشوت في الهيرات الهيرات في اللول just
والوالد يوم شافك تشتغل انت اول ما اشتغلت ما قال لك لا تشتغل هذا الصغير لا الوالد يدري ما يشتغل وخذت لي محمل ورحت الطواشة ورحت الغور ورحت الطواشة وكانت اللولو ما شاء الله رحنا حالة دلمة دلمة اي حالة دلمة ورحنا شفت ما كم كان الهيرات كلها هنا الهيرات كلها هنا يبا انت من وين تجيب اغراضك الاسيام والكبال هذه تشتريها من السوق ولا الاغراض هذه؟ من فرنسا من فرنسا بريطانيا ومن امريكا ومن استراليا ومن لندن كله ومن اليابان اليابان الشباب يقولوا احنا ليش نشتغل بيدنا نشتغل بيدنا مثلا الشغله عيب ليش اشتغل انا؟ ها؟ ها؟ تفكرهم تغير؟ لا لا ما بقول ها؟ على ما قال ليجي ليجي يتعذب ما يبي يشتغل يناحس صح مثل الحمار أنا رأسه مش وإذا ما أنا رأسه ما يمشي صح.